أثار مقتل أفراد طاقم الإغاثة الأجانب من المطبخ المركزي العالمي في غزة غضبا عالميا كبيرا، لكن الاهتمام بمقتل العمال الأجانب لم ينسحب على سائقهم الفلسطيني سيف الدين أبو طه والذي قتل معهم جراء الاستهداف الإسرائيلي، حيث اقتصر الاهتمام والغضب لمقتله على عائلته ووالدته التي لم تتناول شيئا منذ مقتله وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وللعلم فإن أبو طه التحق بأحدى الجامعات في الخارج حيث عمل هناك قبل عودته إلى غزة في 2020 نزولا عند طلب والده. وسلط مقتله الضوء على وضع عمال الإغاثة الفلسطينيين في غزة الذين يشكلون الركيزة الأهم في العمل الإغاثي. من رام الله ينضم إلينا قاسم عواد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. تلقي الضوء معك عن الظروف الصعبة والقاسية التي تعملون فيها وطواقم الإغاثة، وأيضا على طه الذي كان يعمل مع المركز العالمي للمطبخ العالمي وقتل في هذه الغارة الإسرائيلية، وقتل معه الكثير من الأجانب، تم تسليط الضوء عليهم ولكن هو لم يتم التسليط عليه لكونه فلسطيني. الرحمة لشهداء شعبنا الفلسطيني، لأمتنا العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بخير. غزة ما زالت تنزف، غزة ما زالت تقدم الدماء قربانا على مذبح حرية شعبنا الفلسطيني أمام عدوان مستمر بشع ولم يشهد التاريخ مثله من تجاوزات القانون الإنساني الدولي ولكل المعايير والأعراف الدولية. سيف الدين أبو طه هو حالة شكلت صدمة، لربما لأن صحيفة أجنبية قامت بنشر هذا التقرير عنه، لكن حال شعبنا كحال سيف أبو طه، 13 ألف وما يزيد من أبناء شعبنا الفلسطينيين هم عمال الإغاثة الدولية في غزة، هم الذين يتبعون لمنظمة الأمم المتحدة، هم الذين يتبعون لمنظمة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، للأطباء العالميين أو حتى للمطبخ العالمي. هؤلاء هم مكونات هذه المؤسسات فعليا، أبناء شعبنا والذين استشهد منهم أكثر من 200 شهيد منذ بدء العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة. سيف الدين أبو طه لم يكن سائقا فقط لهذا المطبخ العالمي، نعتقد من خلال التواصل مع العائلة أن سيف كان ملهما لهذا المطبخ العالمي ليكون له مقرا رسميا في غزة ويقدم هذه الخدمات على نطاق واسع. سيف قدم خدمات الترجمة، قدم خدمات الاستدلال والتقسيم الجغرافي والديموغرافي وفق الاحتياج. سيف عمل على تزويد أبناء شعبه وتقديم هذه الخدمة لأبناء شعبه بتقديم أفكار نيرة للمطبخ العالمي ليستطيع تراكم عملية الإنتاج من هذا المطبخ ليزيد حصة اللاجئين والنازحين في كل مكان من والاستفادة من هذه الخدمات التي يقدمها المطبخ العالمي. لكن نعم، كما ذكرت في السابق، أكثر من 200 من شهداء أبناء شعبنا الفلسطيني هم عمال إغاثة، هم لم يأتي على ذكرهم أحد. العالم للأسف منذ بدء العدوان يهتم بحملة الجنسية الثانية، يهتم بإخراج مزدوجي الجنسية، لم يكترث كثيرا حتى في استشهاد 33,600 شهيد فلسطيني استهدفهم العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني. ولذلك نسلط معك الضوء على وضع عمال الإغاثة الفلسطينيين في غزة الذين يشكلون الركيزة الأهم في العمل الإغاثي. سيف الدين أبو طه واحد منهم ولكنه ليس الوحيد في هذه المنظومة الكبيرة، كثير من المنظمات الدولية تعمل في فلسطين في قطاع غزة بوجه التحديد، ولكن الكثير من عناصرها هم من الفلسطينيين. بالتأكيد فعليا في رفح، نحن نتواصل مع مجموعة جدا كبيرة جدا من العمال الذين يعملون في منظمات الإغاثة الدولية والذين تقاسموا رغيف الخبز مع أبناء شعبهم والذين قدموا أفكارا عديدة هناك. على سبيل المثال في رفح عمال الإغاثة هناك يقومون بنصب الخيام للنازحين عندما وجدوا أن كمية إدخال المساعدات من الاحتلال الإسرائيلي غير كافية وأن كمية إدخال الدواء غير كافية، عملوا على تشكيل فرق طوارئ خاصة منهم
وقاموا ببناء خيام، قاموا بتجميع البلاستيك والأخشاب والمسامير، وقاموا ببناء هذه الخيام للنازحين، وعملوا على إنشاء مراكز طوارئ لاستقبالهم من باقي المحافظات في غزة، وصولا إلى تأمينهم وتأمين وجودهم في رفح. استشهد منهم العديد، سواء من عصابات تحاول السيطرة والاستفادة من حالة الحرب، أو من الاحتلال الإسرائيلي نفسه الذي استهدفهم. هناك استهدافات متعددة لتوزيع المساعدات من قبل عمال الإغاثة، شاهدنا سويا منذ أيام قليلة وعبر شاشة الحدث العربية استهداف 5 من عمال توزيع المساعدات والإغاثات الدولية، لكنهم يحملون الجنسية الفلسطينية عندما قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هذه حالة مستمرة ومعقدة. يعمل أبناء شعبنا الفلسطيني في ظروف صعبة للغاية، يتم استهدافهم، يتم استهداف المساعدات، يتم استهداف الخدمات التي يقدمونها لأبناء شعبهم. المطلوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي أن يزرع الموت والرعب وجعل غزة غير قابلة للحياة، وهؤلاء العمال لكن هل جاء الرد من المنظمات العالمية على قدر هذا الاستهداف الذي استهدف عناصر يحملون جنسيات عمال يحملون جنسيات أجنبية؟ لا، لم يأتي أحد من المنظمات الدولية، حتى في أوج يعني مناشدات السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يأتي على ذكر أن هناك حدث مستمر وأن جريمة ترتكب إلى جرائم الحرب ترتكب بحق عمال الإغاثة المحميين وفق القانون الدولي. عندما كان يتعلق الأمر بالفلسطينيين أدانا وشجب واستنكر، لكن لم تحدث هذه الضجة العالمية كما حدث مع عمال المطبخ العالمي الذين نترحم عليهم كشعب فلسطيني، ونشكر كل ما قدمه هذا المطبخ من خدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني. شكرا جزيلا قاسم عواد، مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، كنت معنا من رام الله.